اسلام الدنيا شي سام حشومه عيرين الصحافه حشومه عيرين الصحافه الدنيا شنو قال انا خويا الباب واه شي سام أحد اعترف وقال اسمي أو أحد دفع له أو قال له أن أنت تقول اسم دنيا بطمة واسم أختها وتطلع من الموضوع ولا عندي علاقة بهذا الحساب أبداً فقط في ناس معينة هذه مؤامرة وفي ناس معينة حابة أنها تقحمني لكن السؤال المطروح هذا اللي طلع وتكلم في مواقع وما عنده دليل هل هو مفكر أن يوم القضاء المغربي النزيه يقول كلمته وتطلع دنيا بطمة ما لها علاقة في هذا الموضوع أو أختها هل هو مفكر أنه راح يفلت من القضاء؟ طبعاً لا راح أقاضي وراح أرفع دعوة ضده وضد كل اللي شهر في دنيا بطمة مثل ما رفعت دعوة قضائية على المواقع وراح أرفع دعوة تشهير وقذف وسب وتعويض إن شاء الله ورد اعتبار بإذن الله.